السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ شرح جزء جديد من الكارديو. إن شاء الله يكون جزء كويس وسهل علينا. أنا بتمنى بس إن أنا أكون عاملة صح، مش ملخبطة الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله. هبدأ معاكم جزء النهارده كارديولوجي. هنبدأ هايبرتنشن، الهايبرتنشن كرايسيس، ديسليبيديميا، والبالموناري كابيلاري والبالموناري هايبرتنشن. تمام. اول حاجة في الجزئية بتاعتنا الهايبرتنشن. هايبرتنشن يعني مريض ضغط. انت قول على المريض عندي مريض ضغط لما بيبقى بلاد بريشر عندي 140 على 90، يعني السيستول 140 او اكتر والدايستول 90 او اكتر، بقول عليه مريض هايبرتنشن. الايتيولوجي اللي عندي يا اما اسينشال يعني اسبابه، يا اما سكندري. اسينشال يعني هو هايبرتنشن بس ما عنديش اسباب ليه، ده بيبقى 90% للناس وبيبقى ما فيش لسه سبب، يعني بيبقى مريض ضغط بس ومش عارفه ايه السبب. ده بنقول في الاخر يعني انه ممكن يكون سبب الاوبيستي او سبب ان هو بياكل ملح كتير. السكندري ان بيبقى في عندي مرض هو اللي مسببه لي، بيبقى زي برايمري الدسترونيزم، يعني الالدسترون عندي بيتفرز كتير، رينال برينكايمال ديزيز، ثايرويد وباراثايرويد ديزيز، ميديكيشنز زي سايكلوسبورين والانيسيد والسيمباسوميميتيك او فايكروموسايتوما، ده نوع من انواع الكانسر. الباك جراوند اللي عندي دايجنوزز اعرفه ازاي؟ ان انا اول حاجه لازما بعمل بريودك سكريننج لكل الناس اللي فوق 21 سنه عشان اتاكد ان هو حتى لو هو طبيعي فوق 21 سنه لازم كل شويه اشوف كل شويه يعني ثواني اشوف الضغط بتاعه وقيسه. تمام. طيب البيشنت شود بي ستيتد، يعني لازم يكون مش جاي بيجري او جاي من مشوار وراح يوصل له الضغط على طول، اكيد هلاقيه عالي سنه، لازم يريح عندي 5 دقائق كده اهو، يبقى قاعد وبعدين اقيس له الضغط واستخدم له كاف سايز مناسب اللي هو بتاع جهاز الضغط، اقفلها على ايده بطريقه مناسبه ما تبقاش ضغطه قوي ما تبقاش مهويه قوي، واقيسه مرتين، وكل مره كل مره بين فرق بين مره والمره دقيقتين. تمام. والافريج عندي بلاد بريشر هاخدهم واقسمهم على 2 وهو يبقى ده اللي هو اللي عندي. البنفيت اوف لورينج بلاد بريشر، انا ايه اللي بستفيده ان انا اقلل الضغط عندي؟ اول حاجه هقلل الريسك ان يحصل له ستروك، هقلل الريسك ان يحصل له جلطات، هقلل الريسك ان يحصل له هارت فيلير. وافكت اوف لايف ستايل موديفيكيشنز، يعني مش هيتعب، هيبقى كويس، هيقدر يعمل انشطه، يقدر يمشي يتحرك، مش هيتعب بيني. طيب بالنسبه ان انا بعمل لايف ستايل موديفيكيشنز عندي، كل حاجه عندي بتقلل لي الضغط بنسبه معينه. زي ايه؟ الويت ريدكشن، النورمال بادي ويت، نورمال بادي ويت بيبقى عندي النورمال بادي ويت بيبقى عندي الاندكس بتاعتها بتبقى من 18 ونص لقبل ال 25، ده بيبقى النورمال. تمام. طيب لما بقللها او اوصل للنورمال على حد بيقل عندي ايه؟ اللي بيزيد اللي بيقل، بيقل عندي من 5 ل 20 من القرايه عندي في بتاعه البلاد بريشر مع كل 10 كيلو جرام من الويت لوس، يعني كل ما نقصه 10 كيلو جرام هلاقي قرايات الضغط عندي قلت من 5 ل 20، وكل جسم باستجابه. طيب تاني حاجه البوتاسيوم انتيك، البوتاسيوم انتيك لو زادت البوتاسيوم عكس الصوديوم، خدتها في الفيجيتابلز في الحاجات اللي هي فيها بوتاسيوم كتير هلاقي عندي بتقلل لي القرايه من 8 ل 14. الصوديوم انتيك ريديوس بقى، الصوديوم قلل الصوديوم بيقول لي المفروض يبقى اقل من 2400، وفي بعض الحالات هتبقى اخليها 1500 لما تبقى الحاله ريسك، والحالات الريسك جامد هقللها لها كمان اكتر من 1000، دي بيقل عندي من 2 ل 8، يعني استجابتها اضعف شويه من اللي فوق. طب الفيزيكال اكتيفيتي ان هو يمشي لي بريسك ووكينج، يعني بريسك ووكينج يعني معناها ان هو ماشي مش بالراحه وبيدلع، لا هي مشية الرياضي اللي هو بيفتح رجله بطريقه معينه، رافع صدره بطريقه معينه، وبياخد خطوات سريعه بريتم معين
اسمها بريسك ووكينج، دي بتقلل لي القرايه عندي من 4 ل 9، ده لما كل نص ساعه بيمشيها في اليوم. طب الكحول، ما علينا بقى ان هو المفروض ياخد كام الكحول في اليوم، هو المفروض ما يشربش الكحول اصلا. بتقل القرايه عندي من 2 ل 4 من قرايه البلاد بريشر. تمام. طيب ثيرابيوتيك مانجمنت، نبتدي بقى في العلاج بالادويه. هبتدي اعالج ازاي؟ انا خليني بقى الجدول ده اهو، انا عملتها لكم كرسمه تحت اسهل. انا بيبقى عندي من 140 ل 90، فوق ال 140 او فوق ال 90 بيبقى اسمها ستيج 1، يبقى مش لازما فوق الاثنين، لا فوق واحده فيهم. يعني لو كانت ال 140 140 على 80 دي ستيج 1، لو كانت 130 على 90 دي ستيج 1. يبقى فوق ال 140 فوق ال 90، 140 فيما فوق، 90 فيما فوق ستيج 1، 160 فيما فوق او 100 فيما فوق ستيج 2. ستيج 1 ياخد 1 ميديكيشن، يعني هديله واحد بس، نوع واحد بس، على حسب هبقى اجرب معاه ده او ده او ده، او على حسب معاه ديزيز معينه، وديزيز معينه دي بتحب ادويه معينه. ستيج 2 2 ميديكيشن، خلاص؟ يبقى ده الجول عندي بتاع التريتمنت. طيب الجول عندي بتاع الديزيز بيقول جنرال بوبيوليشن، يعني الناس عامه كده، الناس عامه جنرال بوبيوليشن لو الايدج اكتر من 60 يبقى الجول بتاعتي المفروض تقل البلاد بريشر بتاعته عن 150 على 90. تمام. ولو اقل من 60 يبقى اقل من 140 على 90. جنرال بوبيوليشن يعني الناس عامه كولكشن كده. طب فور ادلت بقى، هختار الناس الادلت بقى، الادلت من 18 ل 80، يبقى انا حددت ادلت من 18 ل 80 مش جنرال بوبيوليشن، يبقى 140 على 90. يبقى انا لما يتكلمني على الجول اتكلم على ايه؟ على 140 على 90. تمام. جنرال بوبيوليشن دي بنتكلم عليها دايما في الايه، في السادس، السادس على دواء معين واخده كولكشن كده من الناس وبقيت البلاد بريشر. لكن انا دلوقتي بتكلم على ناس، الناس ادلت بقى من 18 ل 80، يبقى الستيج بتاعتي من 140 على 90 دي ايه؟ دي بي بي. يبقى A يعني معناها الأولى، الأولى يبقى 150 على 90. B يبقى معناها إن هي إيه؟ 140 على 90، يبقى كلاس C يعني معناها اللي مش أولى، يعني الأقل منه في الأفضلية. طب patient with diabetes mellitus، يعني واحد مريض سكر وأكثر من 18 سنة، وبيقول لي a lower systolic target of 130 may be appropriate in young patients، يعني هتبقى هيبقى الاول دايبيتس ده هيبقى اللي فوق 18، هيبقى الجول بتاعه كام؟ اقل من او يساوي، وخلي بالي من هنا في يساوي، فوق ما فيش يساوي، هنا في يساوي، اقل من او يساوي 140 على 80، يبقى انا وصلت للايه؟ للجول. قال لي ان انا ممكن اخلي الجول كمان 130 للناس اللي بيبقوا younger patients if can achieved without under treatment burden. تمام؟ طيب لو كان بريجننسي، يبقى خلينا احنا في الجول اللي على الجنب اللي هو اقل من او يساوي 140 على 80، دايابيتس ميليتس اكتر من 18 وما كانتش حامل. طب لو كانت حامل هقللها شويه، هنخليها 130 واقل من 130 يعني 129، واللي تحت اقل من 80 يعني 69. يبقى خليها 130 على 30، 130 130 على 80 واقل مش يساوي، هنا فيها اقل مش يساوي. طب patient with chronic kidney disease، واحد مريض كلى، هخليها زي برضه diabetes 140 على 80 الا في حالتين. حاله ايه؟ قال لي لو كان اكتر من 18 سنه، وكان بيقول لي ان هو لو اكتر من 18 سنه والالبيومين اكسكريشنز اللي عنده اليورين البيومين كانت اقل من 30، اقل من 30 يبقى انا الجول بتاعتي اكتر من 140 على 90. طب لو اكتر من ويساوي 30 يبقى الجول بتاعتي ايه؟ اقل من 180 على 30. يبقى هنا هنا شبه هنا، هنا شبه هنا، الدايبيتس شبه الكرونيك كيدني ديزيز. الدايبيتس مين اللي بيحكمني فيها؟ البريجننسي. والكرونيك كيدني ديزيز مين اللي بيحكمني فيها؟ الالبيومين. الدايبيتس والكرونيك كيدني ديزيز الجول بتاعها اقل من او يساوي 140 على 80، وهنا اقل من او يساوي 140 على 90. طب الجول اللي هنا مين اللي بيحكمني؟ لو بريجننسي 130 على 80، هنا مين اللي بيحكمني فيها؟ اليورين البيومين، يبقى هيقل عن 140 على 90 او 130 على 80. يبقى احنا في 130 على 80 في الكرونيك كيدني، في الكرونيك كيدني ديزيز ودايبيتس، هنا بيحكمني فيها بريجننسي، وهنا اللي بيحكمني فيها مين؟ اليورين البيومين. طب لو elderly،
الناس اللي هم من 55 ل 80 واكثر من 80، من 55 ل 80 يبقى انا السيستوليك بلاد بريشر عندي تقل. السيستوليك هنا هتكلم بقى عن السيستوليك بس في الالدرلي هنا، يبقى انا السيستوليك بلاد بريشر عندي تقل عن او يساوي 140. طب اكتر من 80، واحد اكتر من 80 اقلل له اكتر ولا اخليه عاليه سنه؟ لا هخليه عاليه سنه. ليه؟ لو قللتها اكتر هعرضه لخطر حاجه اسمها بوستشر هايبوتنشن، ان هو هيقوم من يقوم يقع، ده مريض، ده عجوز، فلو قام وقع هيتكسر، عظمه ضعيف، يبقى انا عرضته للخطوره والوفاه. تمام؟ فمش هوطي له ضغطه جامد. ثانيا العمر اللي باقي فيه مش قد اللي راح، فانا مش هقعد اعرضه ان انا اقلله ضغطه جامد واتعبه علشان احافظ على حاجات كيدنيز او هارت او حاجات تانية ممكن اعرضه البوستشر هايبوتنشن فيتكسر. لا انا هخليه في جول مناسبه لسنه ولامراضه، وفي نفس الوقت ما تعرضوش للبوستشر هايبوتنشن وان هو ايه يقع مني. تمام؟ طب الاكسبشن اللي عندي هنا بيقول لي ايه؟ ان انا ممكن اتغاضى عن 140 في حاله ثانيه، لو انا السيستوليك وصلت لاقل ل 150 بالعافيه، قعدت ادي ميديكيشن ووصلتها سيف، يعني هو قدامي سيف وما فيش اي عرضه وما فيش خطوره، وحطيت الاوبتمايز الادويه وخايفه احط ادويه ثانيه يحصل انتر اكشنز او يحصل ديزيز دراج انتر اكشنز، فانا خلاص اكتفيت بال 150 مش شايفاه زي الفل. او ان انا قعدت انزله بكل الادويه وما عنديش خلاص ثاني ادويه ثانيه، خلاص هيبقى الجول بتاعي ده 150. تمام؟ او ان انا خايفه انزله يحصل لي عندي بوستشر هايبرتنشن لاي سبب، فهكتفي بالايه؟ بال 150. تمام؟ طبعا دي الجول بتاع اللي احنا قلناه الاخيره دي، نسينا نوضح ان دي مع الهارت فيلير، نسينا نوضح ان في جول هنا نسينا نوضحها ودي مهمه جدا، مع الهارت فيلير قبل الالدرلي، مع الهارت فيلير 130 على 80، ودي اهم جول عندي، دي بتيجي في امتحان، في الامتحان ودايما في الهارت فيلير. مريض الهارت فيلير لما يجي يقول لك ان هو اديته دواء ادويه الهارت فيلير ولسه المريض عندي تعبان اعمل ايه؟ هبص على ضغطه، هلاقي ضغطه اكتر من 130 على 80 يبقى هو ما وصلش الجول عندي، يبقى هديله ايس انهيبيتور، هزود له الدوز علشان اوطي له الضغط. طب ليه في الهارت فيلير، هو مش جزء تبعنا بس انا بذكركم بيه، ليه الهارت فيلير باخد فيها الايس عن البيتا بلوكر؟ لان الايس بيشتغل على البلاد بريشر اكتر من البيتا بلوكر، البيتا بلوكر بتشتغل على الهارت ريت. تمام؟ فانا لما يبقى عندي هارت فيلير وما وصلش للجول هو اقل من 130 على 80، بحاول اظبط له الجول بان انا ازود له الدوز بتاعه مين؟ الايس. دي مهمه جدا، ومسألة امتحان الجول بتاعه الامرضة خصوصا الجول بتاع مريض الهارت فيلير. طيب الستيجز بقى والعلاج بتاعها. ستيج 1 بيقول لي ستيج 1 لما معناها ان السيستوليك بتاعي بيبقى فوق ال 140 وقبل ال 160، يبقى لو وصل لكام؟ 159. او دايستول عندي فوق ال 90 وقبل قبل ال 100، يعني 99، بديله ميديكيشنز واحده بس. طيب هقسمهم على اساس افريكان امريكان او نون افريكان امريكان، الناس السود والناس البيض. تمام؟ الافريكان امريكان هنعرف ان في ادويه معاه ما بتديش مفعول كتير، وفي ادويه بتدي مفعول اكتر. الادويه اللي بتدي مفعول معاه كويس الهاي كالس الفيرست لاين بتاعته اللي هو كالسيوم شانل بلوكر او السايزايد، الاثنين ينفعوا مع الافريكان امريكان، كالسيوم شانل بلوكر او السايزايد. تمام؟ السكند لاين الكومباينيشن بتوين الاثنين اللي هو الكالسيوم شانل بلوكر بلس السايزايد. ماشي؟ الكومبينيشن مع الاثنين ده السكند لاين. طب ما ينفعش في السكند لاين ازود بقى اد مين؟ الايس او الاي ار دي. هنشوف الناس العاديين، الناس العاديين الفيرست لاين ايس على طول، ايس وش ماشي، ايس او اي ار دي. تمام؟ او كالسيوم شانل بوكر او سايزايد، بس هي الايس نمبر 1. تمام؟ ما نفعش هعمل كومبينيشن لتو دراجز من الاي اللي انا قلتهم فوق، ممكن ازود يعني لو انا ما نفعش هعمل كومبينيشن من الايه؟ من الايس او مع الكالسيوم شانل بلوكر او ايس مع سايزايد، هشوف. ما ينفعش بقى الاثنين سواء هنا ولا هنا، هزود البوكس اللي في الاخر ده بيقول لي if blood pressure isn't controlled after اللي انا قلته ده كله، يبقى انا هزود سبيرولاكتون او سنترال اكتنج ايجنت او بيتا بلوكر او فازودايليترز او الفا بلوكر. تمام؟ يبقى اللي بيأثروا لي في الضغط من كلامي كده اكتر حاجات بتأثر لي في الضغط ايه؟ ايس طبعا البديل بتاع الاي سي ار بي، كالسيوم شانل بلوكر سايزايد. ايس كالسيوم شانل بلوكر سايزايد. تمام؟
طيب دول اكتر حاجه بتاثر لي اورال على البلاد بريشر، خلي بالي من كلمه اورال. تمام. طيب الباقي بقى ليه قلت اورال؟ علشان السايزات ممكن يقول لي طب انا ما استخدمتش لوب ديوريتكس، اللوب ديوريتكس بتاثر لي اي في اكتر. تمام. طيب البلاد بريشر لو ما نفعش معايا الثلاثه اللي فوق دول، هزود بقى عندي سبارون لاكتون سنترال اكتنج ايجنت او بيتا بلوكر او فازو دايليترز او الفا بلوكرز، الحاجات دي تبقى ايه لو ما نفعتش لفوق. طب لو سكندري ستيج ستيج 2، ستيج 2 قلنا فوق ال 160 او فوق ال 100، وهاخد 2 ميديكيشنز، يعني لازم بلس، ما فيش حاجه اسمها واحده بس من الاول، كالسيوم شانل بلوكر او سايزايد بلس از مع اي ار بيز، يعني الاس موجوده وكالسيوم شانل بلوكر او سايزايد ايه موجوده. اف نيد هعمل ايه؟ اد كالسيوم شانل بلوكر زائد سايزايد زائد الاس، يعني ثلاثه مع بعض. تمام. طيب لو ما نفعش هحط البوكس اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه. طيب لو انا عندي ديزيز، يعني هايبرتنشن ومعاه مرض، كل مرض هيحدد لي دراج معين. الدايابيتس هيحدد لي مين؟ هيحدد لي الايس او الاي ار بيز او سايزايد او كالسيوم شانل بلوكر. اف افريكان امريكان يبقى الافريكان امريكان كالسيوم شانل بلوكر، افريكان امريكان كالسيوم شانل بلوكر. تمام. خلي بالك ان الدايابيتس كونترا انديكيتد معاها البيتا بلوكر، كونترا انديكيتد معاها البيتا بلوكر، وهنعرف دلوقتي. طب لو كرونيك كيدني ديزيز، مريض كلى، مريض كلى عندي اس اي ار بي، مريض كلى يبقى اس واي ار بي. طب لو ستروك والتي تي اللي هي ترانسينت سيسكيميك اتاك، يبقى اس اي ار بي، اس اي ار بي. طب لو كرونري، كرونري بتحب البيتا بلوكر جدا، لان مريض الكرونري بيبقى عندي مشكله ان ممكن يحصل عندي ضربات سرعه في ضربات او لخبطه في الضربات، فلازم نديله بيتا بلوكر، بيتا بلوكر مع اس او اي ار بي. طب لو هارت فيلير، هارت فيلير دايما فيرست لاين عندي اس زائد بيتا بلوكر، يبقى الهارت فيلير ايه زائد بيتا بلوكر، ده معروفه ايه زائد بيتا بلوكر هارت فيلير. تمام. وازود بقى معاها اي حاجه ثانيه. تمام. برضو لو كان سواء كان ريفرسبل او بريزرفيتيف، طبعا بريزرفيتيف الفيرست لاين ديوريتكس فيها، لكن الريفرسبل الفيرست لاين فيها الايه. طيب الكونسيدريشن وذ سبيسيفيك انتي هايبرتنسيف ايجنت، اول حاجه البيتا بلوكر، قلنا البيتا بلوكر ليها كونترا انديكيشنز. ايه هي الكونترا انديكيشنز بتاع البيتا بلوكر؟ المريض الازمه او مريض كرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز، بخاف ادي جدا البيتا بلوكر. ليه؟ لان اساسا في علاجها بدي بيتا اجنس. تمام. بدي شورت اكتنج بيتا اجنس، فانا ما ينفعش ادي بيتا بلوكر. ممكن استخدم نون سيلكتيف، ممكن استخدم قصدي سيلكتيف بيتا بلوكر، بس حتى لو استخدمت سيلكتيف بيتا بلوكر في لارج دوز ممكن تبقى نون سيلكتيف، فببعد عن البيتا بلوكر. تمام. طيب ايه تاني؟ الدايابيتس ليه؟ لان هو البيتا بلوكر بتزود لي في المستقبل الفرصه ان يحصل لي دايابيتس، يعني بتزود لي الريسك ان يحصل دايابيتس، وكمان بتعمل ماسك للهايبوجلايسيميا. يعني هي ايه؟ المفروض ان المريض السكر لما بيحصل عنده هايبوجلايسيميا بيعرق، الدنيا بتصفر حواليه، بيدوخ، ضربات قلبه بتزيد، بيحس انه هيقع. البيتا بلوكر بتنقذه من الاعراض دي كلها، لا بيعرق ولا بيحصل ضربات قلب زياده، وبيشوف الدنيا سليمه، وفي نفس الوقت بيبقى جوه هايبوجلايسيميا، يعني فجاه ممكن يخش يقع مني يخش في شهر. فانا البيتا بلوكر بتعمل لي ماسك للسيمتومز بتاع الهايبوجلايسيميا اللي هي من رحمه ربنا بتحصل، علشان خاطر المريض ياخد لي باله ان هو بيخش في هايبوجلايسيميا فيلحق نفسه بسكر او باي حاجه ثانيه تفوقه. تمام. كمان بيعمل لي ديبرشن، اخلي بالي دايما لو واحد بياخد كونكور ولا اي حاجه او اي حاجه فيها بيتا بلوكر بلاقيه دايما ممكن يحصل له بعد كده ديبرشن، يعني هي دايما بيتا بلوكر بتزود لي الديبرشن. السايزايد، السايزايد ايه بقى اللي بتعمله لي؟ بتزود لي سيرام يوريك اسيد، يبقى بتزود لي الجاوت. تمام. ايه بتسوق لي الجاوت؟ السايزايد بتسوق الجاوت. ثاني حاجه ما بستخدمهاش لو كرياتين كليرنس عندي اقل من 30. تمام. ثالث حاجه بيقول لي ان هو ريسك ديفلوبمنت دايابيتس زيها زي مين؟ زي البيتا بلوكر. وكمان هي فيها حاجه ميزه واحده بس، ان هي ممكن تعمل لي اسيس ان مانجمنت اوف الاوستيوبروسيس باي بريفنتنج اليورين كالسيوم لوسي. الوحيده من الديوريتكس اللي بتعمل ايه؟ هايبر كالسيميا، الباقي بيعمل هايبو، هي بتعمل هايبر كالسيميا. فعشان كده بتعالج لي، او مش بتعالج لي، اسيس الاوستيوبروسيس. ثالث حاجه الايس، الايس اخلي بالي ان هي كونترا انديكيتد مع البريجننسي،
كونترا انديكيتد مع البايلاترال رينال ارتري ستينوزس، دي الحاجه المرض الوحيد اللي في الرينال اللي ما ينفعش اخد فيها الايس لو كان، لكن لو وطبعا في حاله الاكيوت، لكن في حاله الكرونيك كيدني ديزيز اللي كده السيرم كرياتين قليل بس مش كتير يعني ممكن استخدم فيها الايس. طب اقل من 30 في السيرم الكرياتين كليرانس اكتر من 3 او زاد اكتر من 30% هوقف الايس. مونيتور مين؟ مونيتور يبقى لو زاد يعني معناها ان السيرم كرياتين، هتيجي دلوقتي لو السيرم كرياتين عندي قل اكتر من 30% زاد اكتر من 30% هوقف ساعتها الايس. المرض اللي البايلاترال رينال ارتري ستينوزز عشان دي بتاعت الارتري اللي عند الرين عند الكدني. مونيتور مين؟ مونيتور البوتاسيوم، خلي بالي ان انا هخلي بالي من البوتاسيوم مع الايس especially if renal insufficiency exists or another potassium sparing drug is used. تمام، لان هي بت بتزودهولي. طيب presence of diabetic nephropathy، خلي بالي من diabetic nephropathy. تمام، طيب direct renin antagonist. renin antagonist زي مين؟ زي الاسترين برضه، ما بتاخدش مع البريجننسي، بيزود لي عرضه للديابيتس وبيقول لي ان هو ممكن يعمل لي الاس انهبيتورز والاي ار بي معاهم، ممكن يزودوا لي رينال امبيرمنت الهايبوكاليميا والهايبوتنشن. وافويد ان كومبينيشن بتاع الالسترين ما خدوش مع سايكلوسبورين ولا اتراكونازول، وما بيتاخدش لو السيرم كرياتينين عندي قلت اكتر من 60. طيب في كونسيدريشن تانية للسبيسيفيك بوبيوليشن، يعني لو واحد اسكيميك هارت ديزيز، اخلي بالي ان المريض اسكيميا لو خد بوتنت باث دايريتور ايه اللي بيحصل؟ ريفلكس تاكي كارديا. ليه؟ انا لما الـ يحصل باث دايليتيشن كتير او زياده، البلاد فيزلز عندي بتوسع جامد، فالدم بيمشي ببطء في الفيزلز، ما بتوصلش للتشو الاكسجين كويس، في يحصل عندي سيجنال تطلع للمخ ان هو يطلع لي سمباثاتيك اللي هي الادرينالين نور ادرينالين، فيروحوا الادرينالين تطب كتير في الدم، يحصل ريفلكس تاكي كارديا علشان القلب يدق بسرعه علشان يطلع دم بسرعه وتروح للتشو الاكسجين. دي ميكانيزم مختصره عن الريفلكس تاكي كارديا اللي بتحصل. تمام، طيب يبقى انا اخلي بالي ان بوتنت فاز دايليتور بتعمل لي ريفلكس تاكي كارديا. طب الالدرلي، اخلي بالي ان الالدرلي لما بوطي له الضغط اخلي بالي ان انا لازم اوطيها له بالراحه، والجول بتاعتي مش مهم ان انا اقلله قوي قد ما المهم ان انا اقلله بس مش لازم قوي. يعني انا مش التارجت عندي ان مريض الضغط يوصل 120 على 80 اللي هو نورمال، لا، التارجت عندي ان هو لو ضغطه عالي افضل انزل بالراحه، مش غلط جدا، خطر ان انا انزله مره واحده. ليه؟ لان جسمه بيكون اتعود على ان الضغط بتاعه هو الضغط العالي، فلما اجي انزله مره واحده يحصل عندي ايه؟ يحصل هيبوكسيا، ممكن يحصل شوك يموت فيها. تمام، كانه بالضبط الضغط عنده نزل من مش ل 60، كانه كان طبيعي ونزل ل 60. تمام، فخلي بالي ان ده بيحصل اورثوستاتيك هايبوتنشن، ده الكبار في السن، وبرده حتى الصغيرين لو انا زودت لهم الجرعه هلاقيهم زياده، هلاقيهم بيحصل لهم اورثوستاتيك هايبوتنشن. يعني الاورثوستاتيك هايبوتنشن كان نايم وجه يقوم داخ، او قاعد جه وقف وقع مش عارف، كل ما يتحرك غير ماضه يدوخ. تمام، ولقينا في ترايل اسمها سبرينت ترايل، دي لقوا فيها ان هم لما قللوا جرعه الناس الكبار في السن او الجول بتاعهم ل 140، ومره قللوا الجول بتاعهم ل 120، لقوا الريسك ان يحصل مورتاليتي اعلى في ال 120. يعني معناها ان انا اقلل ل 140 بالراحه، لكن 120 لا. ثاني حاجه او النمبر سي، افريكان امريكان بيشنت، خلي بالي افريكان امريكان ان البيتا بلوكر والايس ار جنرالي ليس افكتيف، بتديني افكت ضعيف جدا مع الافريكان امريكان، عشان كده ببدا معاهم بالكالسيوم شانل بلوكر. تمام، طيب وخلي بالي ده لو انا بوطي لهم الضغط، بس لو انا عندي امراض ثانيه محتاجه فيها البيتا بلوكر ومحتاجه فيها الايس انهبيتور بديه، بس مش بيبقى اساسي بيعالج الضغط عندي، بيبقى اساسي بيعالج عندي المرض الثاني.
تمام؟ يبقى البيتا بلوكر والايس انهبيتور في مريض الضغط، مريض الضغط الافريكان امريكان بيبقى ليس افكتيف. طب الوومن الاستروجين كونتيننج كونتراسبتيف بتزود لي بلاد بريشر، دي اخلي بالي منها. طب لو واحده بريجننسي اخلي بالي ان الميثايل دوبا واللابيتالول هما المور سيد عندي في ان هما يوطوا لي ضغط الست الحامل. اعمل لهم مونيتور كل قد ايه، كل شهر يجي اقول لهم تعالى وانا اشوف ضغطك تاني، وبعد اشوف الدواء بيديني افكت ولا لا، محتاج اعمل لك كومبينيشن ولا لا، اعمل ستيج اب اعمل ستيج داون، ستيب اب قصدي اعمل ستيب اب او ستيب داون. ستيب اب بالدواء يعني ازود الدوز او اعمل كومبينيشن، ستيب داون يعني اقلل الكومبينيشن واقلل الدوز. طب ريزيستنس هايبرتنشن يعني معناها ان انا مش قادره اوصل للجول مهما اديته، عملت اوبتمايزيشن للدوز وعملت الكومبينيشن بين دراجز مش قادره اوصل للجول بتاعتي، بقى اسمه ريزيستنت هايبرتنشن. ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى اسبابه امبروبر بلاد بريشر ميجرمنت، قستها غلط، او فوليوم اوفر لوب لود يعني بيشرب كتير، او اللي هي سودو تولرنس اكسسيف سوديوم انتيك بياخد صوديوم كتير في الاكل، فوليوم ريتنشن فروم كيدني ديزيز او ان اديكويت ديوريتيك ثيرابي. ماشي؟ طيب طب بيقول لي في حاجه، بيقول لي ان دراج انديوس ذا كوزز، السبب لو كان سبب هو الادويه، ايه هي الاسباب الادويه؟ انه يبقى نان ادهيرنس، دايما يقول لك في الكيس وكان البيشنت نان ادهيرنس بالدواء. نان ادهيرنس يعني ايه؟ يعني ياخد مره ويسيب مرتين، ياخد حبه ويسيب 10 حبات، ياخد النهارده ويسيب بكره. تمام؟ طيب ده بيبقى اسبابه ايه؟ ان البيشنت مش عارف يعني ايه جول، مش عارف يعني ايه دواء، مش عارف ياخده ازاي، فلازم اعمل اديوكيت للبيشنت. ثاني حاجه ان الدواء غالي ومش قادر يجيبه، فلازم اعمل انشور ذات ريجيمن افوردبل او ويل توليريتد يعني يقدر يجيبه، اجيب له البدائل الارخص. تمام؟ طيب ان الكالتشر بتاعته والاتيتيود مش فاهم يعني ايه ياخد ولا يبلع ولا يقرش، فانا لازم برضو الكالتشر والاتيتيود ان الكالتشر والكالتشر بليز والاتيتيود يعني مثلا يعني مثلا الدواء بتاعته مثلا الديوريتكس بتخليه يعمل تايلت كتير وهو مش قادر في شغله يخش الحمام كتير، او ان هو بسبب ظروف معينه مش عارف يظبط الدنيا، فانا اخلي بالي ان التريتمنت تبقى مناسبه للكالتشر بتاعته. يوز اول ممبرز اوف الهيلث كير تيم. تمام؟ ان هو مثلا الدواء بيستخدم فيه بروح يعني مش عارف اسال مين، فانا هعلمه برضو ان انت علشان تبقى اديرنس لازم ده يساعدك او ده ممكن يساعدك، او اعلمه بقى مين اللي يلجا له. ان ادكويت دوز يعني دوز بتاعته مش مناسبه، انا اديت دوز غلط. ان ابروبريت دراج كومبينيشنز يعني انا في ادويه ثانيه عنده امراض ثانيه كنت بديها له، ادي له ادويه ثانيه بتعمل لي دراج دراج انتراكشن مع بتاع ده ادويه الضغط، فبتسبب ان الدواء مش بيديني افكت مطلوب. سبيسيفيك دراجز دي كلها الادويه اللي بتزود لي الضغط، اني سيز كوكين امفيتامين سيمباثوميماتكس اورال كونتراسبتيفز ادرينال ستيرويد سايكلوسبورين تاكروليماس والاريثروبايتين واللاكريش. تمام؟ كل دول بيزودوا الضغط. واللاكريش هنا ما حددليش بقى ساقع ولا سخن، عشان انا نفسي مش فاهماها لغايه دلوقتي الساقع من السخن، مع ان انا فاكره ان في الكوجنيتي زمان الدكتور شرح ان هو لما بيسقع ايه اللي بيخرج ولما بيسكن ايه اللي بيتكسر. تمام؟ فخلينا ان الليكرش بيعلي لي الضغط وخلاص. تمام؟ associated conditions اللي ممكن يكون obesity سخين الكحوليزم، الاثنين دول اسباب من اسباب ان يحصل عندي resistance. identifiable cause يعني cause الثانية زي sleep apnea امراض بقى، drug induced or related causes chronic kidney disease primary aldosteronism renovascular disease chronic steroid therapy Cushing syndrome مثلا phacromocytoma corrections of aorta اللي هي بيقولوا عليها اللي هي شريان التاجي، مش عارفه حصلت مش عارفه ترجمها بالعربي، بس اللي هو الاورطة بيقولوا شريان التاجي قصور. تمام؟ thyroid and parathyroid disease دي من الاسباب اللي كلها بتزود لي الضغط، امراض يعني. ممكن يكون عندي clinical interim
by provider may be caused by failure or to titrate or combine medications. يعني ممكن تكون غلطة physicians أو غلط مش عارف يعمل يزود إزاي أو يعمل combination. محتاجة نعمل هنا إيه clinical decisions. تمام. طيب treatment of resistant hypertension لازم نعمل rule out لكل الأسباب دي علشان أقدر أعمل treatment فيها. طيب بيقولي for patients with uncontrolled hypertension on ACE وكان uncontrolled plus thiazides like diuretics plus calcium channel blocker consider adding one or more of the following. يعني انا اديت كل اللي فوق هزود بقى اللي هي كانت في البوكس اللي احنا قلناها من شويه كانت في البوكس في الاخر ايه هي بقى السيرون لاكتون بيتا بلوكر اكا بلوكر فاز دايليتر او سنترال اكتنج ايجنت. يبقى لازم بعد ما يبقى كلهم ايه كلهم اللي في التسعه دول اللي هم مين الايس والكالسيوم شانل بلوكر والثايازايد كلهم يبقوا ماكسيمم دوز وكلهم بلس يعني الثلاثه مع بعض ما نفعوش ازود بقى من ايه ولا بي ولا سي دي اي. تمام. ال NPV دي سؤال بيجي في الامتحان مش موجود عندي في الكتاب انا زي زودته هنا. بيقول لك لو واحد مريض ضغط ينفع ياخد دواء برد؟ ده سؤال كي بيجي في الامتحان. انا عملت عليها سيرش ان اورال الريد برد فيها اورال دي كونجستنت بتزود لي الضغط ومش هينفع اخدها مع مريض الهايبرتنشن. هاخد ايه بعالجه ازاي اللي عنده برد ده؟ يا اما بسستند ريليز اورال سستند ريليز مش حاجه اميديت ريليز او بستخدم انهيلد وده النمبر 1 فيرست لاين انهيل انهيليشن بس ما بعالجوش بالاورال. تمام. ولو اضطريت للاورال بيبقى سستند ريليز. فطبعا لو جالي كيس لا ما ينفعش مريض برد مريض ضغط ياخد ادويه برد. الثانية حاجة اللي هي الهايبرتنشن كرايسيس. يعني ايه كرايسيس؟ هايبرتنشن كرايسيس يعني ضغط اضطرني اروح للمستشفى اخش طوارئ او اخش الامرجنسي. تمام. طيب لما يجي يقول لي بقى في كيس طويلة عريضة عنده ضغط عنده كلى عنده جلطة عنده مش عارفة ايه اعالج ايه ولا ايه ولا ايه؟ الضغط هيكون نمبر 1 لو فوق ال 180 على 110 بعالجه نمبر 1 لان هو ممكن يكون هو سبب الجلطه وسبب الذبحه وسبب الكدني اللي بتقع وسبب الاعضاء اللي قاعده تتفجر قدامي. فانا الاول حاجه بيجي عندي اول ما بشوف ضغطك كام يا اللي قدامي ضغطك فوق ال 180 على 110 بعمل عناية كده هو عن مش بعمل عناية عن بقيه الامراض بس بجيب بسرعه اي في وادي له دواء اي في. ده امتى اي في؟ لما يكون امرجنسي. امرجنسي اعرفها ازاي عن الارجنسي؟ لما يكون فوق ال 180 على 110 وعندي اكيوت تارجت اورجن دامج. يعني ايه اكيوت تارجت اورجن دامج؟ يعني في حاجه بتدل على ان في عضو بيموت كدني ليفر هارت مخ اللي هو مخ مش عارفه اقولها انسفالوباثي مثلا. تمام. طيب دي بعملها ازاي؟ اللي هو بيقول لي اهو تحت بيقول لي هايبرتنسيف انسفالوباثي دي يعتبر اكيوت تارجت اورجن دامج انتراكرينيال هيمريج نزيف لقيت نزيف من مناخيره ومن ودانه ومن كده معناها ان هو ده امرجنسي ده ضغط امرجنسي مش ضغط ارجنسي. تمام. اذر اكيوت نيورولوجيك ديفكت لقيت بيتشنج جسمه بيتشل بقه بيقفل دي معناها اعراض جلطه ممكن تكون عندي. مايوكارديال لقيت عنده ايده بالشمال مش قادر وضغطه عالي خلاص ده ممكن يكون انجينا او مايوكارديال انفاركشن هارت فيلير. الديما بتتكون عندي بطريقه مش طبيعيه شورتنس اوف بريث ولا سامع صوت وهو بيتنفس صوت ميه. اورتك ديسيشن اللي هي الاورتا عندي ديسيشن يعني قطع. رينوباثي البابيلو ايديما يعني العينين بيحصل فيها ايديما. ديكريز اليورين اوت بوت مش بيخرج ميه خالص. اكيوت رينال فيلير اكلامسيا دي كلها تارجت اورجن دامج مع 180 على 110 يبقى تعالى لي انت مريض امرجنسي مش ارجنسي. يعني ايه امرجنسي بقى؟ يعني هاخدك هعالجك باي في. تمام. طب لو ارجنسي ارجنسي يعني عالي ممكن يوصل ل 180 على 110 او اقل منها بشويه بس ابسنت لاي حاجه ثانيه كل الاعضاء سليمه كل البارامترك عندي لما بشوفها سليمه كل البارامترك اللي جوه جسمه سليمه بس هو الضغط اللي عالي يبقى هجيبه برده في الارجنسي في الاستقبال بقى ولا مش عارفه اسمه ايه في المستشفى والاستقبال وهعمل له اوبتمايز
للدراج اوبتمايزيشن للاورال دراج، يعني هديها له اورال اورال. ويعني ايه اوبتمايزيشن للدوز؟ يعني مثلا لو كانت الدوز بتاعته 5 والماكسيمم دوز 10 هدي له ماكسيمم دوز 10 دلوقتي. لو كان الدوز بتاعته مثلا 2.5 والماكسيمم دوز 25 هدي له 25، واقول له تعالى لي بعد يومين اقيسك الثاني واشوف ضغطك. ضغطه بعد يومين لقيته قل، هقلل الدوز بتاعته لغايه ما اوصل لها اوصلها للمينيمم دوز مش الماكسيمم. ما ينفعش امشي المريض على طول على الماكسيمم، ممكن يبقى ضغطه قاعد يوطى ويخش مني في هايبوتنشن وكوما. فانا بعمل له ريفير واقول له تعالى لي بعد ايه يومين. طيب بيقول لي الامرجنسي اهي التارجت بتاعي ان مين اتريال بريشر اقللها الربع. خلي بالي ده سؤال امتحان، ان المين اتريال بريشر اقللها الربع، ده التارجت. تارجت بلا بريشر عندي، يعني لو بلا بريشر عندي وصل للبيشنت ده 200 على 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 120 على 120، ومثلا كان التارجت ان انا اوصله ل 150، لا انا ممكن اموته، لا انا بوصل المين، بقلل المين اتريال بريشر ربع بس، حتى لو ما وصلش للتارجت الاساسيه بتاعتي. لان لو زودت عن الربع هيحصل ايه؟ هايبوتنشن. او ان انا اوصل الدايستول عندي ال 100 على 110 في اول نص ساعه لساعه، من نص ساعه لساعه ما اقللهاش عن ال 110 ل 100، لو قللتها اكتر من كده هعرضه ليه هايبوتنشن وكوما، ممكن تحصل كوما. تمام، بدي له ايه؟ انتروفينس ميديكيشن، ما بديهالوش اورال. ونو دراج اوف تشويس، على حسب الحاله اللي عندي وعلى حسب الاورجن اللي بيقع معايا. طيب الهايبرتنسيف ايرجنسي بيقول لي ان انا عندي شورت تيرم ريسك، الريسك بتاعه معنى الكلام يعني ان انا بقلله الدوز وبقلله، قصدي بديله اورال ميديكيشنز وبخليها ماكسيمم، وبقول له ريفير عندي بعد يوم لثلاث ايام، ما بقولش اسبوع. يعني هو بيقول لي نو ليتر ذان 7، يعني من احسن حاجه من يوم لثلاث ايام واقول له تعالى لي ثاني واشوفك. ايه الادويه اللي عندي بتاعت الضغط؟ تمام، الادويه اللي عندي اول حاجه سوديوم نيترو بروسايد. اخلي عندي بالي ان سوديوم نيترو بروسايد، المهم بيقول من ربع النص. في دوزز مهمه عندي في الكارديولوجي عامه وبنقول عليها حفظ، في الارجنسي والامرجنسي ما بيجيليش الكيس على دوز. تمام، الكيس بتجيلي على بيشوف لي المين اتريال بريشر، بيقول لي ان انا اقللها 50% ولا اقللها 40% ولا 25%، بيلعب لي على الحته دي. تمام، وبيلعب لي مثلا على كنترول انديكيشن بتاعت الحاجات دي. فانا خلي بالي ان الصوديوم نيترو بروسايد الماكسيم دوز بتاعتها 3 ملي جرام بير كيلو جرام بير مينت بير مينت، يبقى انا خلي بالي طبعا وهو بيكتب لي الجرعه انا بشوفها له بير مينت ولا بيقول لي بير داي ولا ايه. تمام، ولا يعني اورال مديهاني اي في ولا اورال، دي حاجه باخدها. خلي بالي ان الصوديوم نيترو بروسايد بيعمل لي حاجه توكسيستي شهريه اسمها سيانايد، سيانايد توكسيستي، عشان كده ما باخدهاش لما بيبقى عندي رينال او هيباتيك فيلير. رينال فيلير دي الاساس، وهيباتيك لان لو رينال تعبانه الليفر هتتعب، فما باخدش ما باخدهاش لا في رينال ولا هيباتيك فيلير. وخلي بالي ان بيعملي ميت هيموجلوبينيميا. تمام، الميت هيموجلوبينيميا ده كيس في الامتحان بيجيبها لي مثلا في التو سبيس بتاعه الاطفال. إيه ان هما وقفوها ليه؟ عشان بتعملي ميت هيموجلوبينيميا. عامه اي كونديشن فيها نايترو بتعملي الميت هيموجلوبينيميا. طيب النيتروجليسرين الماكسيم دوز بتاعتي 100، وبيعمل لي هيدك نوزيا فوميتنج تاكي فلاكسز وريفلكس تاكي كارديا. تمام، الهيدرولازين برضو بتعمل لي برضو ريفلكس تاكي كارديا وهيدك فلاشنج، والهيدرولازين كوشن مع الانجينا مايكارد انفكشن انكريز الانتراكرانيال بريشر، بتزودي ضغط المخ والاورتيك ديستنشن ديسكشن اورتيك ديسكشن. والانالابريت دي ايس النالابريت بيبقى رينال انسفشنسي مع فيلير، بستخدمها مع رينا لما تقع. امتى ما بستخدمهاش؟ مع اللي احنا لسه قايلينها برضه في الايس، امتى ما بستخدمهاش؟ في بريجننسي رينال ارتريستينوزز ومعاها انجيو اديما ما بستخدمهاش. وخلي بالي ان الايس بيعملي هايبر كاليميا، فببص على الكالسيوم دايما لما بدي ايس، ابص على الكالسيوم عندي في الجول ولا لا. الفينولدوبام بيعمل لي هيدك فلاشنج تاكي كارديا سيريبرال اسكيميا. وخلي بالي ان الفينولدوبام كوشن مع الجلوكوما ما بيتاخدش مع الجلوكوما. النيكارديبين
ريفلكس تاكيكارديا فوميتنج هيديك فلاش كوشن عندي مع الماي انجينا ما باخدهاش مع انجينا ريكارد انفيكشن اكيوت هارت فيلير يبقى نيكارديمين باخدهاش مع امراض القلب. سليفيديبين سليفيديبين بيشنت وذ رينال فيلير مع هيباتيك اند ده بيعمل لي الادفيرس افكت قصدي الادفيرس افكت بيشنت وذ رينال فيلير تمام وهيباتيك فيلير. انا على فكره هنا في الايس دي الادفيرس افكت انسفيشنسي لكن هي الايس بستخدمها مع مريض الكلى كرونيك كيدني ديزيز بس ما بستخدمهاش مع حالات الاكيوت فبيعمل لي رينال انسفيشنسي لان هو بيعمل لي ايه باز دايليشن للافنتس ارتريوس تمام. هنا patient with renal failure و hepatic failure و older والolder adults not يعني ما درسناهاش مع الناس دي معنى الكلام دي ما درسناهاش مع الناس دي. contra indicated مع الصويا بينز او الايج برودكت. الكوشنت عندي ان هي heart failure concomitant مع plaque proker use reflex tachycardia هتزود لي سرعه ضربات القلب rebound hypertension لو استخدمتها كتير هترجع لي الضغط يعلى اكتر من الاول. الادرينرجيك انهبيتور الازمولول لابيتالول دول بيتا بلوكر تمام. الازمولول خلي بالي ان هو بيعمل ايه برونكوس باز من الحاجات اللي قلنا عليها في البيتا بلوكر ان هي امراض اللونج. والهارت فيلير اكسبيرسيربيشن قلنا الاكيو او مش قلنا لما تاخدوا الاكيوت هارت فيلير هتعرفوا ان البيتا بلوكر ما بتتاخدش مع الهارت اكيوت حاله الاكيوت عشان كده الهارت فيلير اكسبيرسيربيشن ما ينفعش اخد معاها ازمولول. برادي كارديا وهارت بلوك لان هما بيقفلوا لي البيتا بلوكر بتقفل لي الاي في نود بتعمل لي اي في نود بلوكج اي في نود بتمنع لي وصول الهارت ريت للفنتركل. فكوشن مع اكيوت هارت فيلير والازمه والهارت بلوك. لابيتالول ذا سيم ذا ازمولول نفس الحكايه. دي المهمه بقى ده الجدول المهم عندي واللي انتم تعرفوه. لو هارت فيلير قصدي لو هايبرتنشن ومريض اورتد كارديك ديسكشن يبقى مريض اورتا. اورتا يعني ايه؟ اورتا يعني شريان يعني ارتري كبيره طبعا حوالين القلب ارتريز حوالين القلب مريضه سواء كانت اللي هي الشرايين شريان التاجي او اللي هي الشرايين الصغيره اللي هي بتغذي القلب يبقى انا هعالج ببيتا بلوكر لابيتالول ازمولول ماشي الون او كومبينيشن مع انيكارديبين او الكليفيديبين انيكارديبين وكليفيديبين ونيتروبروسايت تمام. البيتا بلوكر ماست بريسيد اذر ذان ايجنت افويد هيدرولازين. طب اكيوت هارت فيلير هارت فيلير واكيوت لما تروحوا الهارت فيلير بتعالجوها ازاي؟ بنعالجها بالفازودايليتور يبقى الصوديوم نيتروبروسايت ونيتروجلوسيرين نيتريتايد وممكن ازود او ممكن يبقى معايا الايس وكومبينيشن برضو معايا وخلي بالي ان الايس ممكن اخدها كومبينيشن مع دول لو انا عندي بالمونري اديما كمان بقت معايا مشكله فيها وافايد الاكيوت بيتا بلوكر. طب اكيوت انترا سيريبرال هيمرج نزيف في المخ المخ بيحب اللابتالول نيكارديبين. اكيوت مايكارديال انفاركشن اهي مايكارديال انفاركشن هي الشرايين الصغيره بتغذي القلب هيحصل فيها مشكله فما غذتش القلب فحصل عندي جلطات او 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 حصل عندي انجينا او حصلت جلطات يبقى هعمل ايه؟ بيتا بلوكر. بيتا ايه؟ بلوكر لان يعني دايما بيبقى الاريزميا شغاله كمان فبيبدي بيتا بلوكر وكومبينيشن مع نيتروجليسرين. طب اكيوت بالمونري اديما البالمونري تعبانه هدي النيتريتايد نيتروبروسايد نيتروجليسرين هدي فازو دايليتور تمام. ليه بدي فازو دايليتور؟ لاني الله اكبر لان لما بيحصل فازو كونستريكشنز للبلاد فيزلز ايه اللي بيحصل؟ انا بلاد فيزلز بتضغط على فوليوم الدم اللي جواها فبيحصل ايه؟ انا دلوقتي قاعده اضغط واقلل المساحه على يعني بخنق في الدم اللي جوه فايه اللي يحصل؟ هيحصل اسكيب للووتر من انترا سيلولار من انترا سيلولار للاكسترا سيلولار يعني الميه هتهرب من جوه الفيزلز لبره من خلال البوابات اللي موجوده على الوول بتاعه البلاد فيزلز بوابات الميه تمام. هتخرج لي الميه للانترستيشيوم اللي هي تحت الجلد عشان كده مريض الضغط دايما ينفخ الاقي الميه هربت من جوه الفيزلز ووصلت لتحت جلده فانا ما اعمل فاز دايليتر ايه اللي يحصل؟ اوسع الشريان تاني فاضغط على الشريان يضغط بقى على الانترستيشيوم اللي بره
فالميه تخش من بره لجوه والفوليوم يرجع لي طبيعي، او الميه لو كانت زياده ازيد من الطبيعي تخش على الكدني والكدني يخلص منها فيحصل ايه؟ ديوريسيس، يعني يعمل بول كتير. تمام؟ يا رب تكون اتفهمت. عشان كده لما بيبقى في عندي اديما بيبقى فاز دايليتر. تمام؟ يبقى اكيوت بالمونري اديما يبقى مين؟ فاز دايليتر. وبرده هنا هارت فيلير بيبقى عندي برده اديما فبيبقى فاز دايليتر. طب اكيوت رينال فيلير، رينال بتحبني كارديبين، هما كلهم مشاركين اغلبهم في كارديبين وفينولديبام ومعاها كليبيديبين. الكلامبيا بريكلامبيا يعني حامل، حامل قلنا مين؟ قلنا لابيتالول قبل كده، هنزود عليها الهيدرولازين والكارديبين. انت جبت من الاول ليه؟ طب هايبرتنسيف انسفالوباثي برضه لابيتالول فينولديبام نيكاردبين، يعني انسفالوباثي مخ، وقلنا قبل كده المخ لابيتالول نيكاردبين، هنزود معاها فينولديبام واناتروبوسايد. بري اوبريتيف قبل العمليه كليبيديبين ازملول نيكاردبين ناتروبوسايد ناتروبوسايد مش هتفرق. سمباثاتيك كرايسيس يعني فجاه الانسان كده بدا يعمل سمباثاتيك كرايسيس، يعني بقت السمباثاتيك سيستم بقى يفرز الادرينالين نور ادرينالين بكميه مع يعني اي سبب من الاسباب الخارجيه اثرت عليه فخليته يفرز بكميه في الدم، لقيت كل حاجه في عينيه بتوسع ويعني وممكن شعره يقف، ممكن نفسه بيزيد، ضربات قلبه تزيد، في حاجه مش طبيعيه فيه. فهدي مين؟ نيكاردبين وفينولدوبام وكليبيديبين وفنتولامين. فنتولامين ده اللي هو بنقول عليه المضاد بتاع الادرينال والنور ادرينال. تمام؟ انتي دوت بتاع الادرينال والنور ادرينال. طيب افويد مين؟ الان اوبوزد بيتا بلوكر. ام اوبوزد بيتا بلوكر يعني ما اديش بيتا بلوكر. ليه؟ لو قفلت البيتا ايه اللي يحصل؟ سواء كان سيلكتيف او نون سيلكتيف. هيبقى السمباثاتيك هتدور على مين وهي بتجري بسرعه؟ على الالفا، هتمسك في الالفا يحصل فازو كونستريكشنز رهيبه. تمام؟ يبقى انا خليها احسن تايهه بين الالفا وبين البيتا، علشان البيتا اصلا مش موجوده على البلاد فيزلز كتير، اللي موجوده على البلاد فيزلز اكتر مين؟ الالفا. البيتا بتبقى موجوده على مين اكتر؟ على القلب. فانا كده ايه؟ لو اديت بيتا بلوكر حميت ضربات القلب اللي جات له، بس هي فرحتي. طب ما انا عندي نور ادرينالين والادرينالين هيجروا لي على الالفا ويحصل فازو كونستريكشن رهيبه. تمام؟ فالضغط يعلى اكتر. فانا لما اسيبه احسن البيتا بلوكر يبقى انا كده بوزع الادرينالين بين القلب وبين الضغط، يعني بين ضربات القلب وبين الضغط، احسن ما اخليها تركز على الضغط بس. تمام؟ دوز الزعم. الكابتوبريل، هنا الكابتوبريل بيقول لي ايه في الكابتوبريل دي بتاعه الارجنسي. تمام؟ بيقول لي رينال انسفيشنسي برضه فيلير وهايبركليميا زي ما قلنا في الاسم من شويه. برضه ما خلي بالي ان هي مع بريجننسي رينال ارتستنوس انجيوديما برضه قلناها من شويه. كلونيدين ده في الادويه الارجنسي. سيديشن دراي ماوث مش عارفه ايه كل ده. كوشن الترنت منتال ستاتس بتغير شويه في 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 التنبيه بتاع البيشنت. كونترا انديكيتد مع سيفير كاروتيد ارتستنوزس. نيفيديبين فلاشنج هيديك اديما سيفير اورتيك ستينوزس كورونري ارتري. طب لابيتالول برونكوس باسم سبيشالي ان بيشنت ويز ازما. كوشن برضه مع اكيوت هارت فيلير، احنا قلنا بيتا بلوكر ما بيتاخدش مع الاكيوت فكوشن معاها. خلصت رقم 2، نخش على 3 بالمونري هايبرتنشن. طيب pulmonary atrial hypertension بعرفها ازاي؟ لما تبقى المين pulmonary atrial pressure اكتر من 25 ملي جرام mercury. تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ ادي شريان pulmonary لما بتقل وتضيق بيضيق كده ويحصل thickness في الوول بتاعها، الميه تخرج وتطلع لللنج ويحصل ايه؟ يحصل اديما. تمام؟ طيب عندي جروب ليها. جروب 1 اسمها pulmonary atrial hypertension. pulmonary atrial hypertension دي بيبقى physiological lesion affect the distal pulmonary. من اسمها السبب ايه؟ pulmonary arterial يبقى arterial يبقى سبب الارتري. الارتري عندي هي السبب، هي اللي دخل فيها دي وطلعت الميه للpulmonary. جروب 2 ان pulmonary hypertension كان السبب فيها left heart disease، يبقى السبب فيها الهارت ديزيز.
الليفت هارت ديزيز ليفت سايد، حصل فيها مشكله خلت الدم اللي خارج من الهارت للبلموري مش عارف يروح للبلموري فماشي، او ليفت سايد بيخلي الدم اللي راجع من البلموري مش عارف يخش الهارت، ده ليفت سايد مش عارف يخش الهارت، فالدم اتجمع اكتر فين؟ في اللونج. فلما اتجمع اكتر في اللونج ايه اللي حصل؟ الدم ضغط على البيزلز، فحاول البيزلز ان هو يقلل الضغطه دي بان هو يخرج الميه من جوه البيزلز لبره البيزلز، وحصلت الإديمة. تمام، يبقى السبب عندي الليفت هارت ديزيز. طب جروب 3 الهايبرتنشن بسبب كرونيك لونج ديزيز، يعني اللونج هي السبب. يبقى جروب 3 مين السبب؟ كرونيك لونج ديزيز او هايبوكسيا. يبقى هنا كان السبب الارتيريال الارتريز اللي موجوده في البلموري، هنا السبب الهارت، هنا السبب اللونج. طب رقم 4 السبب بتاعها ايه؟ كرونيك ترومب امبوليت بلموري هايبرتنشن، يعني حصل عندي جلطات في البلموري هي السبب ان اتجمع الدم ورا الجلطه كتير، فعشان يحصل اسكيب للدم ده طلعت الميه بره وحصلت اديما وعملت هايبرتنشن جوه البلموري. طب جروب 5 ان بيبقى ميكس بقى، ميكس مش معروف، مالتي فاكتوريال ميكس. تمام، طب سيمتومز لما يبقى فيه ميه في اللنج هيحصل ايه؟ ديزني مش قادر يتنفس. تمام، طيب ومش قادر ينام وتشست بين ومش قادر يمشي مش قادر كل حاجه وفاتيج وتعبان ومش قادر يتنفس كل حاجه. طيب اورسوبنيا وبريف اورسوبنيا، يعني كل ما ينام يحصل كراكنج في صدره وشخلله، يعني مش عارف ينام بيحس انه بيغرق، كل ما ينام على المخده ويفلت ظهره يحس انه بيغرق، فتلاقيه بيزود البولو، يعني كان بينام على مخده بقت مخدتين بقت ثلاث مخدات لغايه ما بقى ينام وهو قاعد مش قارف، كل ما يوطي كده يحس انه بيغرق. بريفرال اديما جسمه كله ينفخ، ليفر كونجيشن هيلاقي كونجيشن في جسمه كله في كل حاجه وفي الليفر، والبلوتنج هلاقي برضو بطنه بدات تطلع تعمل تحبس ميه. في كلاسيفيكيشن تبع ال WHO، عندي كلاسيفيكيشن 1 و2 و3 و4 وهلاقيهم في المنهج كله شبه بعضه في امراض كتير. الكلاسيفيكيشن دي الكلاسيفيكيشن 1 يقول لك نو سيمبتومز بس هو ريسك فاكتور اللي ممكن يحصل له كده. تمام، 2 يقول لك ان عندك مع اللي هي سترينيوس نورمال ديلي اكتيفيتيز، يعني ما بتظهرش سيمبتومز عندي الا عمل اعمال شاقه كتير مش الاعمال العاديه بتاعت اليوم، عمل شقه بقى وراح وطلع ونزل وراح وعمل مشاوير كتير وكده وظهرت عنده السيمبتومز بقى ينهض مش قادر ياخد نفسه مش قادر ينام كده. تمام، تيجي 3 ان سيمبتومز تظهر معاه مع النورمال ديلي لايف، يعني وهو بيخش الحمام وهو رايح ياكل وهو بيرفع الشوك الحاجات العاديه. تيجي 4 اتريس، يعني هو نايم على ظهره الاعراض عنده. تمام، دايجنوستيك فايندينج، دايجنوستيك بقى والدايجنوستيك مش حاجه لينا احنا كصيادله، هي للمعرفه. دايجنوستيك اللي هيلاقي المين بالمراري مين بالمراري اتريال بريشر اكتر من 25 دي هي المهمه عندي. تمام، او لاي بالمراري كابيلاري بيريود بريشر اقل من 15 وهتعرفوا ان في حاله ايه يا ربي سبست 1 و 2 في الامراض القلب. تمام، يعني لما البلمونري كابيري ريج بريشر تقل عن 15 معناها ان في اديما بتحصل بتكون عندي. تمام، طيب ومع بريفري فاسكولار ريزيستنس 3 وود يونت دي بيقيسوا بيها بريفري فاسكولار ريزيستنس 3 عن 3 يهم عندي هو كل شويه تجي لي من الاول. مهم عندي مين المين بلمونري اترال بريشر اكتر من 25. طيب الالكتروكارديوجرام، الالكتروكارديوجرام الاقي ان ممكن الاقي عندي الرايت سايد بتاع القلب فيه مشاكل. تمام، لان الرايت سايد هو اللي بتخرج منه البلمونري ارتريس هلاقي فيه مشاكل، فلاقي رايت سايد هايبرتروفي، رايت اكسل ديفيشنز، اس تي سيجمنت انتيريور وتي ويف ابنورماليتيز. الايكوكارديوجرافي برضه في الرايت سايد، الشست هلاقي البلمونري ارتريز انلارجد، هلاقي ديما، هلاقي حاجات في الشست. فيزيكال اكزامينيشن هلاقي سائع عندي سياناتك مزرق، جاجولار فين اللي هي بتاعت الرقبه تخنانه، بريفرال ديما اسايتس. اللي هي بالسيتل هيباتوميجالي كده بالسماعه بيحطها على الكبد وبيحس فيها بالس. تريتمنت جول
ريليف اكيد ديزني، انا عايزه احسن له، احسن له ايه؟ احسن من ديزني اللي عندي، هو مش هيخف قوي، هو انا عايزه احسن له السيمتومز اللي عندي عشان يقدر يعيش حياته. تمام. طيب في حاجه هعملها قبل ما ابدا التريتمنت، حاجه اسمها اكيوت باز دايليتور ريسبونس تيستينج. هدي له باز دايليتور اداني افكت، يبقى هبدا بكالسيوم شانل بلوكر، ده اول فيرست لاين. ما ادانيش افكت هكنسل الكالسيوم شانل بلوكر وابدا بحاجه ثانيه. طب الباز دايليتور دي ببداها بعملها ازاي؟ بدي له انهيلز نيتريك اوكسايد، ده الفيرست لاين. ما كانش عندي انهيليشن وده الاحسن، ادي له انتروفينس ايبوبروستينول او ادينوزين، ومدلهم مش بحبذهم علشان ممكن يعملوا لي سيستماتيك باز دايليتور، وانا مش عايزه سيستماتيك، انا عايزه اشوف انهيلد نيتريك اوكسايد ده هخش على الرئه على طول وهشوف الريسبونس اللي عندي. الريسبونس بقى هو ايه؟ ان الاقي المين بالموري اتريال بريشر، بالموري اتريال بريشر المين بتاعي قل 10 وهو كان 40، لو هو كان 40 قل 10 يبقى انا كده معناها ان هو بوزيتيف ريسبونس. البوزيتيف ريسبونس يعني معناها ان انا ممكن استخدم كالسيوم شانل بلوكر اور باز دايليتور استخدمهم. تمام. طب التريتمنت جولز بقى ببداها ازاي؟ سبورتيف كير باخده كده اهو، شوفه اعمل له سبورتيف كير، هشوف اي اسباب ثانيه اشيلها، اديله دي هايدريشن، اعالج الهايبوكسيا، اعالج البين والفتيج، لو سموكينج يبطل، خلي بالي ان هو بريجننسي عشان كل ادويه المرض ده يعني تراتوجينيك من الدرجه الاولى، فانا ما باخدش كونتراسيبتيف واحده هنا بس، انا باخد تو كونتراسيبتيف، بيبقى واحده فيهم لوب، واحده فيهم لوب والثانيه ممكن نستخدم البوب او الكومباين اور الكونتراسيبتيف. وايرون ديفيشنسي هعالجها، اكسجين لازم توصل ل 90 على الاقل 90، اورال انتي كواجلانت هديله عشان لو اديت ادويه الادويه عندي بتاع الكاسيترز، الادويه دي لو اديتها في كاسيترز ممكن تعملي اول حاجه بازو كونستريكشن او تعملي ترومبومبيليزم، من الادويه دي هنعرف ان في منهم بيعملي جلطات كلوتنج. تمام. فانا هدي ادويه ممكن تعملي كلوتنج في الكانيلا، فانا لازم احط اورال انتيكواجلان وادي له اورال انتيكواجلان عشان ما يحصلش جلطات عندي جوه الهانيلا، واخلي عندي الاي ان ار من 1.5 لـ 1.5. وايميونايزيشن انفلونزا والنيموكوكال، ودي تقريبا اكتر الايميونايزيشن مشهوره في اي كل الامراض. تمام. وخلي بالي في الفيرست كنترول هدي له 2. نبدا بقى، عملت له البوزيتيف ريسبونس واداني بوزيتيف، يبقى هدي له كالسيوم شانل بلوكر. ما ادانيش يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى هو يا لو ريسك يا هاي ريسك. لو ريسك يبقى هدي له عندي مين؟ اندوثيليا ريسبتورز انتاجونست او فوسفودايستريز انهبيتورز، دول ادويه اللي هم ايه اقويه بس مش زي الايه الايبوبروستينول والتربروستينيل والاليبروست والتربروستينيل، يا يعني اما ال في يا اما سبكوتينس. طيب لو هاي ريسك هبدا بالشداد اللي هم دول، هبدا بالشداد وبعدين اد الاخف، يبقى الهاي ريسك ببدا بالشداد واد الاخف. اد يعني ايه؟ يعني هبدا بالايبوبروستينول تريبروستينيل والاليبروست. تمام. ما ينفعش هزود الاندوثيليال ريسبتورز انتاجونست وفوسفودايستريز انهبيتورز وتريبروستينيل سبكوتينوس. ما ينفعش ده كله، عمليه بقى هشوف عندي ان انا محتاجه افتح له لونج ترانسبلانتيشن، افتح له فتحه من الرئه بقى، اعمل له اي حاجه يقدر يتنفس. طيب دي برضو ازاي تريتمنت عندي، كاتبها لي في الكتاب بجدول بال WHO. نمبر 1 اي كلاس 1 يعني معناها ده اللي انا بعالج بيه، يعني معناها ده احسن طريقه في العلاج. ثاني حاجه كلاس 2 ده ثاني حاجه في الاحسن، وثاني حاجه في الاحسن فيها ايه وبي. تمام. ايه احسن من البي؟ تمام. فاحنا خلينا في الايه اللي هو بيقول احنا بعالج طبعا من اول WHO 2، لان اتش 1 مش هعالجها، ده البيشنت ما عندوش سيمتومز بس ايه عرضه ان هو يحصل له كده، فهعالج الكوزس لكن مش هعالج المرض. لكن 2 3 و4 ده مريض، 2 هعالجه بكل الامر بكل الادويه اللي عندي الامبريزنتان بوزنتان ما عدا عشان 2
خفيفه شويه ما عدا الادويه الشديده هي ايه، بروبروستينول اي في هلاقيها مش موجوده هنا. ثلاثه هلاقي بنفس الادويه بس زودت ايه بروبروستينول واليوبروست الحاجات اللي هي القويه ماشي. طيب نفس الكلام اللي احنا قلناه تقريبا هناك، ايه هي الادويه بقى؟ كلاس كالسيوم شانل بلوكر عندي بعالج بيها بالميراري ارتيريال هايبرتنشن تمام، كلاس 2 لان هو بيعالج الخفيف تمام. اخلي بالي في الدوزج بيقول ان هي متفاوته، الادفيرس افكت بتاعته هايبرتنشن هيديك ديزنيا بريفيرال ديما كارديك كونديشنز ديلي دلتي يعني ايه كارديك كونديشنز ديلي؟ خلينا من كل الكلام والدش ده كله يهمني الكلمتين دول في كارديك كونديشن ديلي. الكالسيوم شانل بلوكر عندي من هم دلتيازم وبرابامين. دلتيازم بتقلل الهارت ريت، يبقى لو المريض عندي تاكي كارديا هاخد دلتيازم. طيب الاميلودبين الدلتيازم هنا بستخدم دلتيازم او الاميلودبين والنيفيدبين. الاميلودبين والنيفيدبين اللي هي الهيدروبيريدين كالسيوم شانل بلوكر، الاميلودبين والنيفيدبين اللي هي الهيدروبيريدين بيعملوا لي ايه؟ دول بيشتغلوا على البلاد فيزلز بس، بيشتغلوا لي شيء على ما بيشتغلوش على دقات القلب. فلو المريض عندي برادي كارديا هستخدم مين؟ الاميلودبين والنيفيدبين. ليه؟ لان دلتيازم بتقفل لي الاي في نود، بتقفل الاي في نود، فلو هو تاكي كارديا هتقلل لي ضربات القلب، لكن هو برادي كارديا هموته، يعني هقفل الاي في نود اكتر من كده ايه هو عنده برادي كارديا. طب الايبوبريستينول من كلاس 3 لكلاس 4 خلي بالي ان من ادفيرس افكت بتاعتها من جو بين كاثيتر ريليتد ثرومبوسز، اهي تعملي ثرومبوسز عشان كده باخد وارفرين عندي. هما نوعين فلولان والفيليتري، واحد بيقول لك انا ستيبل ان اسيد كونديشن ما يهمنيش برده، والثاني ستيبل ات روم تمبريتشر برده ما تهمنيش قوي. خلي بالي ان هي بتتاخد انفيوجن، والانفيوجن بتاعتي ما حصلش ما ينفعش يحصل فيها انتربشن، لو حصل انتربشن ليها لازم امرجنسي تمام. ده الايبوبروستينول. تريبروستينين او البروستانايت دي بتعمل ريسيما لما باجي ادي الحقنه وسايد بين رياكشن، عشان كده لما باجي اديها بعمل هوت او كولد باك، يعني ممكن احطها اعملها كمادات ميه ساقعه او سخنه على حسب البيشنت عندي تمام. طب الانهيلد اليوبروست انهيليشن، ده انهيليشن هتعملي كف، انهيليشن هتعملي كف تمام. طيب البوزن تانك دي مهمه جدا بقى عندي، البوزن تانك تعملي بريفيرال اديما الهايبوتنشن، بتزود لي انزيمات الكبد، انكريز انزيمات الكبد كتير، خلي بالي من الحته دي بتزود لي انزيمات الكبد كتير 11% دي يعني كتير. فلاشنج بالبيتيشن وكمان بتستراتوجينيك عالي تمام. طيب المونيتورنج بتاعتها الكونسيدريشن بتاعتها مهمه جدا، سيفير دراج انتر اكشنز ويز جليبرايد تمام، فخلي بالي ان هي وخلي بالي ان هي بتزود لي مع الجليبرايد انزيمات الكبد، ومع سايكلوسبورين ديكريز الافكتي اوف بوث سايكلوسبورين وبوزنتين، يعني لما بتاخدوا الاثنين مع بعض الافكت بتاع الاثنين بيقل. ده سؤال كاينتكس بيبقى مزروع كده في كل شابتر تمام، خصوصا اي حاجه معاها سايكلوسبورين هما بيحبوا كاينتكس السايكلوسبورين قوي. طيب بعمل مونيتورنج لانزيمات الكبد هنا قد ايه؟ كل شهر، كل شهر بعمل متابعه لانزيمات الكبد من اول بيز لاين، اروح عامله انزيمات الكبد كام، وكل شهر اروح اقيس، كل شهر اروح اقيس. وطيب ايه كمان بعملها متابعه من المتابعات بتاعه البوزنتانز والامبريزنتان هتبقى شبهها، ان الحاجات دي تمام. مونيتور الهيموجلوبين والهيموكريت، الهيموجلوبين والهيموكريت اللي هي ايه يعني صوره الدم شامله اعملها له كل 3 شهور. التراتوجين هعمل تيست للبريجننسي تيست شهريا، بستخدم تو كونتراسيبتيف بيبقى واحد منهم لوب ديوريتك والتاني هرمونال تمام. طيب الامبريزنتان برضو مع سايكلوسبورين اخلي كوشن، ماكسيمم دوز مع سايكلوسبورين هتبقى 5. طيب خلي بالي ان هي ما استخدمهوش مع الجيوباثيك فالمرا فايبروزس، برضو بوتنت استراتيجيني، استراتيجين عنده عالي وهستخدم نفس المحور. برضو الهيموجلوبين والهيموكريت هعمل لها نفس المونيتورنج برضو، يعني بالنسبه للتست هي ما في هي بص انزيمات الكبد عندي هنا ايه زيرو، عشان كده ما قاليش ان انا هعملها، ما قاليش في المونيتورنج ان انا هعملها. انزيمات الكبد ما بتعلاش مع الامبريزنتان، بتعلى جامد مع مين؟ مع البوزنتان
الميسن الميسنتان برضه كونترا انديكيتد ان بريجنانسي وافيلبل اونلي ثرو الرامس. رامس دي هنلاقيها هتعرفوها بعد كده في ريجيلاتريز، دي منظمه للادويه الخطيره كده، لو انت هتاخدها تروح تسجل في الرامس الاول، انت بتقر ان انت هتاخدها ومش عارف ايه وعارف اخطارها وعارف ان هي ممكن تموتك، لا ممكن مش عارف ايه ممكن تعمل لك ايه، دي لازم تكتب تعمل الاقرار ده وتشترك فيه قبل ما طبعا انت لو برايفت لو بتشتغل بتشتري الدواء هنا في مصر مش هيقول لك حاجه، لكن هناك لازم عشان هناك كلهم مأمنين، والشركات اللي بيشتغلوا فيها هي اللي بتدفع فلوس التأمينات دي، فلازم عندهم بروجرامز للعلاج عشان يطلع مش زينا. تمام. سلدنافيل تمام اللي هي عباره عن فوسفودايز ريز انهيبيتورز اللي احنا قلنا ان هي بتعالج سلدنافيل سلدنافيل، بيعملوا لي ايه؟ هيديك فلاشينج لان هم بوتنت فاز دايليتر يعتبروا، فهيعملوا لي الحاجات بتاعه الفاز دايليتر الهيديك والفلاشينج، والمشهور بتاعتها ان هي بتعمل بلوش او يو هاف لوج ان انذر داي. مش مين اللي عمل لوج ان؟ تمام يا رب الريكورد يكون شغال انا فعلا.